جاهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي، فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير؟ ربي معي، فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير؟ وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. جاهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا، دعني فقلبي لن يكون أسيرا.